ينضم إلينا مراسلنا في ريف حماة عديس الطوف. عدي، مرحبا بك. ما حقيقة أن طائرات حربية استهدفت سيارة لتنظيم في ريف حماة قرب جبال البلعاس؟ نعم، مساء الخير إبراهيم لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة يعني وكما توردت أنباء من ريف حماة الشرقي عن استهداف سيارة من قبل طائرات حربية لقوات النظام، نعم إن هذه السيارة كانت يعني في مناطق تنظيم الدولة. ألو، نعم أسمعك، تفضل. عدي تسمعني؟ عدي أسمعك. عدي تفضل. نعم إبراهيم. نعم أسمعك، تفضل. نعم، ماذا عن الأوضاع نعم. الميدانية الحقيقة وأوضاع النازحين والمهجرين عدي؟ في الحقيقة إبراهيم، أوضاع النازحين والمهجرين، دعني أركز على نازحي ريف حماة الشرقي. في الحقيقة إنها أوضاع مأساوية جدا يعيشها النازحون في تلك المناطق بسبب غياب كامل لدور المنظمات والجمعيات الإنسانية، بالإضافة إلى عدم توافر أي نقاط طبية في تلك المنطقة بسبب يعني المنطقة هي مستهدفة من طرفين، من طرف تنظيم داعش من جهة ومن طرف قوات النظام من جهة أخرى. بالانتقال أيضا إلى ريف حماة الشمالي، يعني أوضاع النازحين أيضا في تلك المنطقة مأساوية. اليوم قامت أيضا قوات النظام باستهداف مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، مما أدى إلى يعني إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة من عائلة واحدة، يعني هم معظمهم في حالة حرجة في المستشفيات، لم يستشهد أي أحد منهم ولكن إصابتهم بليغة. أيضا مدينة كفرزيتا ومدينة مورك، أيضا أطراف هذه المدن تتعرض إلى استهداف من قبل قوات النظام بشكل متكرر. نعم، مراسلنا في ريف حماة عدي سطوف، شكرا جزيلا لك.